السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. حتى انتو اخواني الاعزاء متابعين قناة نور علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب طويل خارج عن ارادتي، مشاغل الحياة وحتى صار ملل شوي من الطيور، وحاولت اتوب من الطيور لكن القلب ما يتوب، كل ما أريد أبطل منهم أبيع هنا أرجع لهم. حياكم الله جميعا والله يحفظكم إن شاء الله. هذا العصفور جميل علمت، السلام عليكم. الله يحفظ عجائزنا الكبار والله يرحم لي راحوا. أتذكر أول ما تزوجت وجاني ابني علي، واحدة من قرايبنا قالت لي إحنا أكيد عايشين بغربة ومو تواصل مثل قبل، المرة لو جابت يمها أمها وبيبيتها وجداتها يساعدونها شلون تتعامل ويا الطفل. فواحدة من الحريم الكبار قالت لنا حتى وانتو تغسلونه بالحمام سولفوا وياه، حتى لو عمره 5 أيام وانتو تبدلونه ملابسه سولفوا وياه، احجوا الحكي العالي مع الكبار، مو تقلدونه. أكو كبار يقلدون الزغار بالحكي، هذا غلط، لازم تحجون وياه الحكي، وإذا صار اللغة العربية الفصيح بعد أحسن للطفل. فالعبرة من هذا الكلام تقول حتى وانتو تفوكلونا احكوا وياه سولفوا، حتى يصير ذكي وفطن ولسانه فصيح أو متكلم، بعكس أكو أطفال يصير عمره 3 سنوات 4 وما يعرف يحكي، وحتى لو صار رجال ما يعرف يحكي لأن صوت أهله ما يسولفوا وياه. وهاي الطريقة طبقتها ويا الطيور، هذا الطائر الجميل اللي يمكن ما أعتقد تعرفونه، لا حد يقول شحرور ولا حد يقول غراب ولا حد يقول مينا، مو مينا ما أعتقد، إلا واحد عنده خبرة ومربي جيد أكيد راح يعرف هذا الطائر. فطبقت علي نصيحة هاي العجوز اللي قلت لنا أسولف وياه، وراح أسولف وياه دوم، حتى وأنا واكله أسولف وياه، وأنا مخليه بحضني أسولف وياه، وإذا يريد ينام أخليه الـ MP3 يسولف وياه كلمة واحدة مثل السلام عليكم أقول له حبيبي، فمن يكبر يقوم يتكلم. بالمناسبة هو طائر متكلم وجميل وحباب. فحياكم الله والله يحفظكم إن شاء الله ويبعد عنكم كل سوء، وتحياتنا للجميع. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم.